إلى مأرب، حيث اغتال مسلحون مجهولون مستشار وزير الدفاع العميد محمد الجرادي شرقي المدينة. وقالت مصادر عسكرية إن العميد محمد الجرادي قتل مع سائقه الشخصي أثناء محاولة مسلحين مجهولين نهب سيارته في خط الحصون بمديرية الوادي. ويعد العميد الجرادي أحد أبرز القادة العسكريين الذين أسسوا الجيش الوطني بمنطقة العبر في حضرموت.